بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة، جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة، وفتح لهم به أبواب الجنة، وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة، وأنه بقمعها تصبح النفوس مطمئنة. وصلى الله تبارك وتعالى على خير الرجال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكل عام وحضراتكم بألف خير، وربنا يكتب لنا إن شاء الله بإذن الله الأجر العظيم، وأن نكون من الفائزين في هذا الشهر الكريم. في الحقيقة شهر رمضان هو شهر العمل، هو شهر الجد، هو شهر الاجتهاد، هو شهر الانتصارات. رب العزة سبحانه وتعالى لقرب العبد من ربنا سبحانه وتعالى كتب للمسلمين في هذا الشهر الكريم الكثير والكثير من الانتصارات، بدءا من غزوة بدر التي كانت في السنة الثانية من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم فتح مكة في العام الثامن من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، مرورا بعين جالوت، ثم الانتصار العظيم في العاشر من رمضان الشهير 6 أكتوبر 1973. كل هذه الانتصارات التي انتصر فيها المسلمون على أعدائهم في هذا الشهر الكريم نتاج القرب من الله عز وجل، وأن الروح تهفو إلى رب العزة سبحانه وتعالى، ورب العزة سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ربنا سبحانه وتعالى يثبت قدم اللي بيبقوا في معية الله عز وجل المؤمنين. رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي نقله حضرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه رب العزة: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذ بي لأعيدنا. لما بنكون في معية ربنا سبحانه وتعالى، لما بنؤتي الفرائض كما هي، لما بنأتي نتقرب لرب العزة حتى يحبنا بالنوافل، كل هذا يتحقق في شهر رمضان. وقالوا: من لم ينتصر بحي على الفلاح لا ينتصر هي على الكفاح. والكفاح هنا والجهاد هنا هو جهاد النفس، أن نكون في معية رب العزة سبحانه وتعالى، أن نكون في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، أن نقوم كما قال وكما أمرنا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم احتسابا إيمانا واحتسابا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى إحنا مطلوب مننا عشان ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا في رحلة الجهاد على الشهوات وعلى النفس وعلى كثير من الأمور، تعالوا كلنا نوطد علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، تعالوا نقول حي على الفلاح، تعالوا نتقرب لربنا سبحانه وتعالى بالفرائض وبالنوافل، حتى نكون ممن يحبهم رب العزة سبحانه وتعالى، ونكون من الفائزين في ليلة الجائزة إن شاء الله. تقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال، وجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويغفر له بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.